بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير. هذه أجمل تحية تتجدد هنا من هذا الميدان تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم في انطلاقة صباح هذا اليوم الحافل بالنشاط وبالإثارة في منافسات الهجن العربية الأصيلة التي تنطلق على أرضية هذا الميدان. على بركة الله تم الإعلان عن انطلاق أول الأشواط وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصائل الذي انطلق لمشاركة هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه المشاركات التي تحمل سن المفاجآت. مع هذه البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، نتشرف في هذه اللحظات بحضوري وتشريفي ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لهذه الانطلاقة الصباحية التي تحمل كل القوة والإثارة وتحمل هذه البشرى بقدومه الكريم هنا لمتابعة أول السباق. إذن على بركة الله نبدأ من خلال بعد الترحيب بكل المتابعين المتواجدين على أرضية هذا الميدان وكذلك هنا مشاهدين الأعزاء عبر قناة دبي ريزنج الناقلة لكل التحديات. على بركة الله نذهب هناك إلى المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول وغاية تبدأ بالمقدمة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما بالظبيان تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم مع سلطان بالشر الخاطري، بينما المركز الثالث تتدخل مياسة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهاجري، والمركز الرابع حضور على المركز الرابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما خامسا هنا تظهر هذه الانطلاقة والقادمة الشوشرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جازم الثاني، وهناك سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز السادس دخول من بصغان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرض الحميري. انتقل إلى المركز السابع لأتابع وجود الخلاوية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في التضمير، وفي المركز الثامن تأتينا بالصوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرط الحميري، بينما المركز التاسع هذه حجيمة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبيد بن شينان المري. هذه الأسماء الأولى، هنا التحديات، هنا الانطلاقة، هنا التنافس في هذا اليوم الجميل، اليوم الرياضي، اليوم بالفعل يحضر هنا الجميع لهذه الانطلاقات والتحديات والتنافس في أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، بدايتنا الأولى والغاية غاية على المركز الأول لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين. هنا الغاية تبرر الوسيلة كما يقال، وغاية أيضا تبرر التواجد لها على المركز الأول. حضور في المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير الداخل بقوة أيضا في المنافسة، بينما المركز الثالث مياسة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهاجري، وشوشرة الضيفة القادمة هنا للتنافس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي. يا سلام يا سلام يا سلام، رباعية المقدمة والبداية الأولى التي تحمل هذه الإثارة وهذه التحديات. كالعادة دائما نداؤنا الأخير 1200، يا سلام يا سلام، ينطلق الكل الاندفاع القوي والمثير. ما شاء الله وتبارك الله، بدينا وغاية على المركز الأول لا تزال محتفظة بموقعها في الصدارة والمقدمة، وحضور في المركز الثاني حاضر أيضا بالإثارة والتحديات في هذه المنافسة القوية لهجن
العاصفة شوشرة بدأت تقدم شوشرة الصدارة والمراكز الأولى، شوشرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي. يا سلام، شوشرة وغاية، شوشرة وغاية على المقدمة والبداية الأولى التي تحمل هذا التنافس ما شاء الله. إذن هنا نحمل هذه الانطلاقة والتحديات والمسار الذي يبدأ باندفاع هذا الشوط المثير. الله 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 الله، هي الرقم، يا سلام، هي المقدمة، هي غاية على هذه البداية لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذا الانطلاق القوي والمثير وهذه التحدي والإثارة التي تعلن هنا الإثارة. شوشرة صامدة بقوة أيضا في المركز الثاني لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي. غاية، شوشرة، شوشرة الغاية، غاية وشوشرة، منافسة مع البداية الأولى ما شاء الله وتبارك الله. شوشرة هنا تبدأ إذن بصرف الشوشرة على المركز الأول من خلال هذه المنافسة الأولى ما شاء الله وتبارك الله. شوشرة القادمة بالضيفة القادمة هنا في هذه الانطلاقة، نرفع إذن هنا تبريكات من خلال هذه المنافسة القوية على هذا الانطلاق. تهانينا والناموس سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني من خلال الانطلاق شوشر على المركز الأول. سلام يا شحاني، سلام سلام ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني غاية لهجن العاصفة، المركز الثالث بالصوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع النخالي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس كانت شاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله، هنا إذن البداية، هنا التحدي، هنا الانطلاق، هنا أرضية هذا الميدان وما تحمله من تنافس، ما تحمله من اندفاع قوية، ما تحمله من تحديات قادمة بقوة مع هذا الشوط الأول. نعود مع الانطلاق النهائي، نعود مع نشوف المركز الأول اللي حاملة الرقم 7 هي صاحبة المركز الأول في هذا الانطلاق. نعود أيضا للتحدي والتنافس، نشوف اللي في المركز الثاني هي اللي متواجدة أيضا في المقدمة والصدارة. إذن هنا صاحبة المركز الأول كما نتابع في هذا الانطلاق، كما نتابع في هذه اللحظة الجميلة، هذه صاحبة المركز الأول 6 دقائق 13 ثانية 8 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني على هذه الانطلاقة، وسلام يا عامر، يا سالم بن عامر المدهوشي على هذا الاندفاع. بينما المركز الثاني لا تزال في المركز الثاني، قدمت غاية أيضا هذا الأداء الجميل لهجن العاصفة بتوقيت زمني 6 دقائق 16 ثانية 5 من الأجزاء من الثواني من خلال هذه المنافسة. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث بصوغان كانت في المركز الثالث في هذا الاندفاع 6 دقائق 17 ثانية و9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وإنا موسم الشيخ راشد الحمد لله بن راشد المكتوم، وتهانينا المساري بن سالم بالعرطي الحميري. ما شاء الله وتبارك الله، من خلال مسارنا وتعدادنا لهذه الانطلاقات نسير مع هذه البداية الأولى، نسير مع هذه التحديات ونحمل هذا التنافس على أرضية هذا الميدان. على بركة الله تبدأ الانطلاقة في المركز الشوط الثاني والحامل أيضا لبداية